بسم الله نكمل مع بعض الكورس بتاعنا ان شاء الله. في الدرس ده هكمل على موضوع الاوفر فيو. قلت اوفر فيو عن الجافا انتروداكشن ليها هستريح كده. في كذا معلومه تانية عايز اقولها. الجافا ليها كذا فيرجن. عندي فيرجن اسمها جافا اس اي وفيرجن اسمها اي جافا اي. الجافا اس اي دي اختصار لكلمه جافا ستاندرد اديشن، وهي متخصصة في عمل ايه؟ ديسكتوب ابليكيشنز، تمام. وفي فيرجن تاني اسمه جافا اي اي اللي هو جافا انتربرايز اديشن، وهو متخصص في عمل ايه؟ متخصص في عمل الويب ابليكيشنز، تمام. احنا هنا في الكورس ده هنشتغل ايه؟ هنشتغل جافا اس اي، تمام. معلومة تانية، الجافا بتتميز بحاجة اسمها بلاتفورم اندبندنت. بلاتفورم اندبندنت يعني ايه بلاتفورم اندبندنت؟ معناها كده اني بكتب الكود مره واحده وبرنه على اي ماشين، رايت وانس ران ايه اني وير، تمام. يعني معنى ايه؟ يعني مثلا انا شغال على ويندوز، بكتب الكود وبرنه على ويندوز، تمام. بكتب الكود على ويندوز، عايز اجرنه ارنه على ويندوز عادي، او ارنه على ماك عادي، او ارنه على لينكس عادي، ارنه على اي ماشين هيشتغل معايا، تمام. يبقى ايه؟ رايت وانس ران اني وير، تمام. دول معلومتين ايه كنت عايز ايه اقولهم لكم في الدرس ده. ان شاء الله هشرح لكم حاجه اسمها ايه اوبجكت، حاجه اسمها ايه كلاس. اوبجكت وكلاس، تمام. عشان اوضح لكم الفرق بين الاوبجكت والكلاس لازم ايه، لازم ايه اقول لكم قصه كده او ايه او بالرسم كده ايه، وهتفهم كل حاجه ان شاء الله. عشان دول ايه مفهوم حاجتين مهمين جدا لازم ايه تفهموا. وليكن مثلا عندي ايه، عندي انسان عادي، عندي انسان عادي لكن اسمه احمد مثلا. الانسان ده اسمه احمد عادي. احمد ده كمفهوم العام او كانسان اسم يعتبر كلاس كانسان. لسه بقى لسه ما دخلتش في خصائص احمد ده، كانسان عادي كده ربنا خلقه يعتبر اسمه كلاس، تمام. تمام، احمد ده ليه ستيت وليه بيهيفير. يعني ستيت يعني ليه خواص، ربنا اداله خصائص معينه. يعني مثلا احمد طوله معين، وزنه معين، لون شعره معين، لون عينيه معينه، تمام. كل الحاجات اسمها ايه ستيتس، خصائص ليه بروبرتيز. وليه بيهيفير معين. يعني ايه بيهيفير؟ يعني سلوك، يعني مثلا بيمشي بيجري بياكل بيتنفس، دي اسمها ايه؟ دي اسمها سلوك، تمام. يبقى احمد بمفهوم العام بالانسان اللي ربنا خلقه اسمه ايه؟ اسمه كلاس. بس لما اجي اقول احمد ده بيتميز بكذا وكذا 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 وكذا، لما اجي اخصصه او لما اجي اعرفه بحاجه مميزه ليه، يبقى هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اوبجكت. اوبجكت، اوبجكت من الكلاس ده. يعني احمد ده اوبجكت من الكلاس اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه انسان اللي هو هيومن. يبقى الكلاس اسمه هيومن والاوبجكت اسمه ايه، والاوبجكت اللي هو ايه اسمه ايه، اسمه احمد. فهمتوا الفرق بين الكلاس والاوبجكت؟ الكلاس هو المفهوم العام للحاجه، الاوبجكت لما اجي اخصص الحاجه دي او اديها خصائص معينه هي اسمها اوبجكت، تمام. تمام، هقول لكم تاني. احمد ده ليه ستيتس وليه بيهيفيرز، تمام. انا لسه ما اعرفهمش، بالمعنى العام بتاعهم اسمه كلاس. لما اجي اقول احمد لون شعره اسود وعينيه مثلا بني وطوله 190 سنتي ووزنه 60 كيلو جرام، ومثلا بيقدر مثلا يمشي وبيقدر مثلا يجري وهكذا، كده ايه انا خليت احمد ايه، نقلته من مرحله الكلاس لمرحله ايه الاوبجكت. عرفت اللي هو ايه، عرفت اللي هو ايه اوبجكت. كده عرفنا ايه ان الاوبجكت هو صوره خاصه من ايه، من الكلاس. يا رب تكونوا فهمتوا الفرق بين الكلاس والفرق بين الاوبجكت. إن شاء الله أشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.